أنا كعضو في هذه الهيئة يعني الفقه الإسلامي، مجمع الفقه الإسلامي، يعني الحمد لله يعني كثير من الأمور المعاصرة، الفقه المعاصر أو الأمور الدينية المعاصرة لم تكن في العصور الماضية يعني يحلون هذه المشاكل ونحن نستفيد، ونأخذ كل الذي يجري هنا إلى تاجيكستان وإلى دار الإفتاء ونستفيد من هذه الأفكار ومن هذه المعلومات ومن هذه الكتب التي يؤلف عن التسامح الإسلامي والأخوة والمحبة والتسامح ومن كل هذه الأشياء التي يكون في هذا، والحمد لله استفدنا كثير ونستفيد.